دي طب ما حقيقة. تيجي ما نشوف تربوش. الشارع بقى، المجتمع نفسه. احنا نزلنا في الشارع وسألنا الناس بقى، ستات على رجالة، هل المطلقة خطافة رجالة ولا لا؟ تعالوا نسمع ردوا قالوا ايه. من وجهة نظرك، هل شايفة ان الست المطلقة دايما لازم تكون خطافة رجالة ونكدية وكده ولا ايه؟ لا طبعا مش دايما، وهو ممنوع يعني تبقى للأبد لجوزها، اللي هي يعني ما تستنى القرف والتعب والشقة وكده وتحت ضرب وتحت ده، يا إما بقى تسمع لكلام الناس بدل الست ماشية بما يرضي الله، خلاص ما هيماش أي حد. مش شرط طبعا، يعني في ظروف كتيرة قوي بتخلي الست مطلقة بس بتبقى أحسن من 100 راجل. الست المطلقة دي ممكن تكون اتطلقت عشان خاطر جوزها ما عندوش دم، أهله بيسلطوه عليه. المجتمع المتخلف، المجتمع المتخلف هو اللي بيبص لها كده، لكن المجتمع الصحي بيبص ان المرأة خلاص النصيب خلص وخلاص. لا طبعا ده تخلف. انا بخاطب واحدة مطلقة وهتجوز مطلقة وهتجوز واحدة مطلقة. لا مش بالضرورة طبعا، يعني المطلقة واحدة عادية خالص، يعني ممكن تكون مشاكل زوجية، خلاف، ما عرفوش يتفقوا مع بعض. لو انت ست متجوزة مثلا مش هتقولي لا انا خايف على جوزي منها او كده؟ لا طبعا. لا طبعا، هي بتتطلق مثلا عشان بيحصل بينهم مشاكل وبيبقى سوء تفاهم، لكن ليه تتطلق عشان تخطب جوزي؟ عادي يعني ما فيهاش حاجه. لا بس لو هي مش كويسه يبقى من حقي ان انا اخاف على جوزي منها. بس في بيتطلقوا عشان يخطفوا ازواج جيرانهم وكده. يعني الست اللي بتفكر ان ممكن ست تخطف جوزها تبقى ست مريضه وما عندهاش ثقه في نفسها. الواحده واثقه في زوجها، او انا عارفه زوجي خلاص هتخطفوا ليه؟ لا بيحصل معايا كتير، كل واحده بصة ان انا مطلقه او معيش راجل ان هي ما اروح عندها او حاجه ان هبص لجوزها او هاخد جوزها.